يلا يا ابني، يلا يلا يلا. أمر سيدي. سيدي تليفونك اللي عم يرن؟ ايه؟ ايه ردي؟ اكيد بكونوا اهلي بلا ما ينشغل بالهم عليك. مو فاضي يرد هلا. اليف وينك انتي؟ وينك انتي اليف؟ وما في مانع إذا بدك تحكي لهم عن الموقف اللي أنت فيه هلا. بكل الأحوال بيكون الكل عرفوا. أنا عند النائب العام. شو؟ أنت عند النائب العام؟ أنا كمان فت لجوا مشان جيبك، وأنا هلا بنفس الطابق. عن جد؟ وينك طيب؟ قلنا لك احكي مطقي حنك. اجمعوا لي كل التليفونات. يلا لشوف الكل يطلع تليفوناته. يلا هاتون. هات. يلا يلا بسرعة هاتون. هات طلعوا تليفوناتكم. يلا 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 بسرعة لبرا، وصلوا العمليات الخاصة. عمليات خاصة يلا يلا اسرعوا اسرعوا لبرا، كله لبرا برا برا. يلا يلا فضوا المكان لشوف. شو طلباتهم؟ شو هالموضة اللي طالعين فيها؟ الحمد لله انه في واحد من رجالي موجود جوا. نعم سيدي، اليف كمان من بين الرهائن. الجماعه عددهم بتوقع بين 8 و9، اخذين المداخل والمخارج والدرج. ممكن يسمعوني هلا، اذا بضطر برجع بتصل فيك سيدي. عاكف دير بالك تعمل شيء مجنون. ها طيب طيب، ما رح اعمل شيء سيدي. ايه شباب، في خبر حلو وخبر مو حلو. الحلو عاكف وإليف موجودين بالمبنى، والمو حلو إنه إليف بين الرهائن. الجماعة عددهم بين 8 و9 أشخاص.
معقول سيدي صالح ما ضل غيرنا أنا وياك بهالفرع بتشرب قهوة من تحت دياتي؟ وبركي كمان هالراديو اللي هون بتفيدنا شوي. أصيب أبو عقل في المعركة وكانت إصابة بالغة في زراعه. واقف واقف. حاضر. لدرجة أنها بقيت معلقة بقطعة من الجلد. وفي تلك الأثناء قال له ابن عميرة: يا أبا عقل، قمنا بجرك إلى هذه الخيمة وضمدنا جرحك أيضا، ولكن صفوف المسلمين في المعركة كانت تتزعزع، وكانت صرخات الصحابة مدوية وأصوات قوية أيضا تأتي من الخارج. أبو عقل لم يكن يعلم وقتها ما الذي يحدث خارجا في أرض المعركة، وفجأة يمر رجل من أمام خيمة الصحابة وهو ينادي على المسلمين: يا صحابة رسول الله، يا من أتيتم لنصرة دين الله، هبوا مرة أخرى. أبو عقل كان يحاول النهوض، فقال له ابن عميرة: انتظر، إلى أين أنت ذاهب؟ فأجاب: لقد نادى على المسلمين، إنه يناديني. يلاحظ حينها أن يده المتدلية تعيق حركته، ولكنه سل سيفه ودعس على يده المتدلية فقطعها وهجم وهو يصرخ: يا الله نصرك، وهجم على الأعداء وهو يكبر: يا الله. واستشهد في تلك المعركة. يا الله. ولكن سيدي سيدي شو صار لك؟ ممكن التعرف عليه. سيدي 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 محمد لا يزال يحرك شفتيه. معك شهادة سواقة؟ طبعا معي سيدي، وبعرف سوق كل السيارات. وقد ودع الحياة وهو ينفق فيها، وقد أبلى في المعركة بلاء يكافي، وقد ظل ذكره بالله جد الصحابة. طبعا طبعا سيدي، أنا كلمتي وشهادتي كمان حربية، إجاني عروض من شركات سواقة من زمان. إيه؟ بس أنا ما رحت. وعندك سيارة؟ لا، بس أحيانا بسرق مفاتيح سيارة كارلوس وبشغله إياها. روح لكان بسرعة يا سما. رح نروح. عن جد؟ عن جد سيدي؟ بس لا تقلي رايحين على المهمة. طبعا يا سما، يلا ورجيني. ماشي، لكن أنا رايح بسرعة أجيب المفاتيح من خزانة كارلوس، وجيب معي كفوف المهمة، وبرجع لك فورا سيدي. بلا صوت. تون جاي، فيك تجيب لي قهوة؟ ولو أنت بتأمر أمر. قلتك سمعوا الكلمة؟ ألو، معك مدير مركز عمليات خاصة، بتسلم الرهائن اللي عندك، عم تفهم؟ وصلت الشغلة للعمليات كمان؟ شي حلو، عم تتعاملوا بجدية وهذا يلي بدي إياه. اسمعني، أنا رح أطلق صراحة الرهائن اللي عندي، بس بالمقابل أنتوا رح تخلوا زكي تومار يطلع برات البلد بدون ما تتعرضوا له. اسمعني، هالطلب ماله من صلاحياتي حتى اسمح له او ما اسمح له، لازم تعطينا شوية وقت، لازم خبر الجهات المختصة، بس انت تعاون معنا، ترك النسوان اللي خاطفهن حتى ما ينأذى حدا. ما حذرت. لازم تروقوا لنا اعصابنا وتبعتوا لنا شاي وقهوة بعدها بنفكر بالموضوع. احترامي زوجة النائب عمود. كيف وضع زوجي سيدي المدير؟ حالياً الكل مناح وما في إصابات، ولهلأ ما صار أي اشتباك بيننا وبينه. قلي شو اسمك يا بطل؟ أنس. لا تخاف حبيبي، شش، أبوك هلأ بأمانتنا. ما كنت حابة يجي معي لهون، بس المشكلة إنه كنا سوا وقت اتصلوا وخبروني. حصل خير، المهم هلأ إنه ما تضلوا واقفين هون. بس أنا لازم ساعد البابا وما أتركه لحاله. بعرف إنك رجال ولازم تسمع الكلمة، هلأ روح مع الشباب وبنحكي يا أبي. حابب ضل جنبه للبابا على طول، وبدي يكون معكم بالمهمة وقت تنقذوني. أناس، رح نتفق أنا وياك، بتنفذ اللي بطلبه منك وأنا رح جيب لك أبوك لعندك بخير وسلامة، اتفقنا؟ بابا كان يقرأ لي قصص كتير حلوة كل يوم بعد الشغل، واليوم رح يقرأ لك إن شاء الله، بس أنت ادعي له. تفضلي مدام.